تحية رياضية لكل متابعينا عبر منصة هنا لبنان. نادي الرياضة بيروت اليوم عم يثأر من الأنطونية بعبدة ويفوز بنتيجة 87-74 إلى جانب أمين سر نادي الرياضة بيروت تمام جارود. أول شيء مبروك لكم اليوم. ثانك يو ثانك يو ونعاد على الجميع. عاد عليك كمان كسر التبخير. أول مقابلة بال 2020. صحيح تمام. اليوم في أول الرياضة عم بيثأر بالمباراة لأنه كان عنوان مباراة اليوم ثائر. لا لك شو في عنوانين إذا بدك. نحن بهمنا بما إنه صرنا متصدرين البطولة بهمنا نحافظ على الصدارة نأكد الصدارة قبل ما نتوجه لدبي. واكيد بتعرف افتتاحيه البطوله السنه كانت على ارضنا ضد الانطونيه وعملوا ماتش كثير كبير ونحن خذلنا جمهورنا بالمباراه. بقى كان بهمنا كمان نرد اعتبارنا بالماتش. بقى اذا بدك هول العنوانين للمباراه هيدي. انتقادات كثيره اللي طارت نادي الرياضه، برايك نتيجه نادي الرياضه هي سكتت كل هالانتقادات؟ يعني على صعيد النتائج نادي الرياضه على طول مطلوب منه الكثير، مطالب منه الكثير مثل ما بيقولوا، وعلى طول عيون عليه وعلى طول بيراقبوا كل شغله بتعملها وبعلقوا كل شغله بتعملها، هيدا نحن معودين عليه. نحن بنتحاسب على طول اخر الموسم. اليوم مثل ما قلت لك نحن رايحين على دبي متصدرين البطوله اذا ماني غلطان، وهيدا النتيجه الاهم لنا. هدفنا احراز البطوله السنه هيدي، والانتقادات يعطونا اياها اخر الموسم. بتقولوا ننتقدوا اخر الموسم مش هلا؟ اذا بنستاهل انتقاد اخر الموسم بتقولوا اخر الموسم. هلا يصبروا علينا ويضلوا يوثقوا فينا مثل ما كل سنه بيوثقوا فينا، ونحن ان شاء الله ما بنخزو جمهور النادي الرياضي. تكبتوا اليوم نمبر كبير بتقولوا، بس يعني رقم كان ماتش قاسي اليوم، كان ماتش اجريسيف، كان ماتش طويل كثير فيه فاولات. الانطونيه عندهم كاركتر هيك باللعب، هيدا الشيء اللي عم بخليهم ينافسوا كل الفرق. مضطر تفوت انت بالكاركتر هيدا، يعني ات واز فيري اجريسيف جيم، مع انه اخر شيء اخر كورتر يمكن او ما بعرف قد ايش اكزاكتلي لعبوا باجنبي واحد في فتره كان يلعبوا اخر شيء بالاجنبي، ضلوا الفريق يعني ضلوا لانه عم يلعبوا فيري اجريسيف جيم وعم بقاتلوا للاخر، يعني خلوا الجيم ضل ماشي للاخر. صحيح فرق 13 نقطه ومور ليس نحن كنا مسيطرين ثلاث ارباع الوقت، بس مع هيدا كله ما بتحس فيك ترتاح لانه فريق بوجهك عم بقاتل لاخر لحظه. كردت لالون واكيد كردت الاكبر لنادي الرياضي وللاعبيننا والجهاز الفني انه قدرنا اخر شيء مثل ما قلت لك اهم شيء عندنا مع كل الظروف اللي مرقنا فيها مع كل الابس اند داونز بالسيزون، نحن هلا رايحين على البريك تاع بطوله دبي متصدرين البطوله، هذا اهم شيء عندنا. تمام. شو صار مع كريم بين كريم وديفيس؟ شفناها صار شيء مشكله، نحن حتى رجعنا شفناها شوي على تليفوناتنا على صار في اذا بدك حماس زايد، برجع بقول لك كيف في حماس كثير اجريسيف جيم يعني علي عمل فاول، انا يمكن ما انتبهت له اذا فاول او ما فاول بس ريجاردلس عمل فاول، حدا من اللاعبين اعتبره قاسي دفشه ما لازم يصير. قام كريم دغري شاف التيم تاعه دفش راح دفش، قام ديفيس كمان شاف التيم تاعه دفش راح هو دفش، بقى هيدا كان سبب ثلاث لاعبين ديسكاليفيه. ايه بتصير يعني بتصير، المهم انه شفنا البنشز اثنين ضبطوا بعضهم للاخر والمباراه كملت للاخر، هيدي بتصير المباريات، المهم ما تتخطى حدودها، هالانزنس على طول بتصير خاصه لما يكون في جو حامي واللاعبين بالمنافسه ومثل ما قلت لك فيري اجريسيف جيم، اهم شيء انضبطت وما طلعت الامور عن حد، هيدا اهم شيء. دبي شو التارجت تبعكم بدوري دبي دولي؟ مثل كل بطوله بنشارك فيها التارجت تاعتنا احراز البطوله، مع العلم انه في عندك سترونج جروب الفلبيني بضم اسامي كثير كبيره. ما في شك، بس نحن هدفنا بكل شيء بنشارك فيه على طول احراز البطوله، توفيق مع الله. بس افلاك لكم تمام، شكرا لكم. شكرا لك تمام جارود امين سر نادي الرياضي بيروت. رح جرب اخذ اطلع انا وزميلي رواد على لوكرز فريق الرياضي، نقدر ناخذ اللاعبين من فوق ونكون معكم اكيد بهذه التغطيه المباشره من ملعب الانطوني ببعبده. بس خليها تخف شوي العشقه نقدر نطلع لفوق لانه العالم يعني نازلين بعكسنا، نحن طالعين طلوع احنا نازلين نزول. اذا فيك هلا اذا فينا نطلع هلا بيكون تمام. يعطيك العافيه. إذا فيك ضلك معي رواد. هاي أنطوني. ثانك يو حبيبي. رواد خليك بس وراي. هيك بنقدر نوصل على لوكرز فريق الرياضة بيكونوا بين ما خلصوا الانترفيو شو؟ هون. طيب يلا. نزل من طرف من تحت نزل من طرف من تحت بس انا تحت نصف هواء هذا انك مش صعبه ترى ننطر هون
انطر فعلا لاعبين نادي الرياضي بيروت بما كانوا اكيد نزلوا من اللوكرز نقدر ناخذهم سريعا قبل ما نكون ختمنا معكم هذا مباشر حتى بجرب اخذ لاعبين نادي الانطونيه. فعلا اكيد بده انطر اكيد لاعبي نادي الرياضي اللي بلشوا ينزلوا حاليا من اللوكرز فريق الرياضي بيروت هيك بقدر سريعا ناخذهم حتى جرب ياخذ لاعبين نادي الانطونيه يكون حكينا اكيد مع الفريقين لانه المباراه كانت فعلا متقاربه الى حد ما. اليوم بالمباراه تم طرد ثلاث لاعبين طلعوا ثلاث بونتس كواليفاين فول ماله الانطونيه لاعبين اجنبيين وماله الرياضي كريم زينون. اول شيء بوبو عم تعملوا شو بدك ماشي خلص اوكي عم تعملوا مباريات ممتازه سو فار عم تقدموا اداء ممتاز قدام الفرق القويه المنافسه على لقب البطوله. اليوم راضيين انتم بالنتيجه اللي حققتوها قدام الرياضي بيروت؟ ليك رياضي فريق يعني بطل بدك تمشي معه 40 دقيقه نحن اكيد مشكلتنا كنا 5 minutes عم نلعب منيح 5 minutes لا بس من هي برياضي يعني صعب تربحهم مرتين القلي والتور يعني بس كنا محضرين يعني بس كمان ضربه جي دي وقد اذيتنا وهيك خسرنا يعني ما ادري التصريح المدرب رفعال قبل المباراه خفف عليكم البريشر بمحل ما؟ ليك مش خفف بس يعني لا ما خفف كنا عم نتحضر يعني صراحه الجيم تحضر مثل ما اول جيم مو زيته يعني كل لعيب للعيبه بس ما قدرنا نتوفى اليوم. شكرا لك بوبو هارد لوك معالج الفيزياء لنادي الرياضي بيروت روني مصلح هي تمشى عروة عمهلك علوش ألف مبروك مباراتكم اليوم قدام الأنطونية. عنوان اليوم الثأر حققته؟ لا أبدا ما فاكرين حتى بهالموضوع جيم مثل حيالله جيم أهم شيء أنه خلصناها بربح وبعدنا متصدرين مخدوم الستايل أبداً. طالع جيد لا ما بدي لك هلا أنت بتحافظ عليه سو فار فريق الرياضي كماش صدرتوا الترتيب قادرين هلا أول شيء رايحين على دبي مرتاحين صح ليك مش مرتاحين اكيد لا بطوله دبي حتكون كثير طاف كانت كل تركيزنا على هيدي الجيم نخلصها بوين ما فينا نعمل فوبا ابدا وهلا كل تركيزنا على بطوله دبي لانه بدنا تو ديفند يعني احنا ربحانين هذيك السنه بدنا نرجع الهدف نضلنا ربحانينها. ثانك يو علوش ثانك يو سو ماتش بلالو جرب اخذ كمان اكبر عدد ممكن اخذنا من الانطونيه اخذنا من الرياضي كوتش شو هو الملعب بكر؟ ليتر الملعب فأدا لكل متابعينا عبر منصة تون لبنان هنا لبنان نحن معنا معكم بمكابة مباشرة جمهور أكيد ناطر ليتصور مع لاعبي فريق الرياضي وحتى مع لاعبي فريق الأنطونية وهذا الشيء الحلو صراحة الثقافة الرياضية الموجودة يعني الاحترام المتبادل بين الجمهور وبين اللاعبين وهذا الشيء اللذة الحلو يعني كمان اليوم لاعبي الفرق أن كمان لاعبين عم يلعبوا مع المنتخب اللبناني وهن لاعبين كمان الجمهور اللبناني بينتظر حتى أن يكون عم يتابعون ضمن الدوري اللبناني لكرة السلة أكيد نقدر ناخذ اكيد اللاعبين القادمين يعني مش كثير عم استرجع انزل اوقف تحت لانه مسفق هواء كثير بخاف على اللاعبين كمان يكونوا عم يتعرضوا لشبكه هواء او شيء فبفضل دائما اكون محل قريب سيف لهم كمان ما يكونوا عم يتعرضوا الى اي شبكه او اي سفقه هواء او شيء لانه ضايعين كمان عرقانين ومشعبين بدا الرياضي بيروت اليوم كان عم بيحقق فوز جيد على صعيد الدوري اللبناني لكره السله وعم باكد صدارته على صعيد ترتيب الدوري قبل هيدي المباراه الاخيره اكيد لنادي الرياضي قبل ذهابه الى دوري دبي الدوليه للمشاركه فيها الرياضي بيروت رايح ليكون عم بيدافع عن لقبه وهو ما تنسى انه الرياضي بيروت الموسم الماضي كان عم بيحقق لقب بطوله دبي الدوليه. يعطيكم الف عافيه لجنه الملاعب وروميا تحديدا كل احترام وتقدير لكل متابعينا دائما وابدا اللي عم يتابعونا عبر منصه هنا لبنان اكيد متابعه كافه اخبار وكافه الامور المستجده على صعيد كره السله اللبنانيه. اول شيء بدي اقول لك ويلكم تو جوين الرياضي. ثانك يو اتس جود تو سي يو باك ان ديفيجن 1 جورج ايف. بسم الله عليك دائما انت وين ما تكون بتكون ادد فاليو لحياه الفريق. اول شيء خبرنا عن الاكسبيرينس مع فريق الرياضي يمكن الرول تبعولك اكيد رح يكون مختلف عن الرول اللي كنت معود انت عليه اساسا.
اكيد الفريق تو ستاكت يعني مثل ما بتعرف برو، في وائل وفي علي وفي الشباب كلها، يعني حتى امير بيقدر يلعب وانس مالا، كلهم نجوم يعني نجوم المنتخب. سو اكيد الرول رح يختلف، بس انه اذا كنت على البنش ما لعبت ولا دقيقه ولا لعبت 10 مينتس رح اعطي كل شيء. بده حلو تلعب مع تيم ميتس مثل امير سعود ووائل عرق، تتعلم منهم كثير صراحه برو. واو يعني مش حلو تلعبهم. اول شيء انجري فري الشباب بعقده وعن جد سوري انجري فري شوي. ايه حبيبي يرجع عم يرجع شوي امير. هلا عندهم دوري دبي الدبليه، هي التركيز عند هلا بطوله دبي 8 جيمات ب 11 يوم، سو اكيد الروتيشن عم نعمل له فيك لغادي. الروتيشن بدها تكبر شوي، بركي رح يلعبوا كل اللعيبه اكيد، لانه ب 8 جيمات ب 11 يوم يعني بدك تخفف ضغط على اللعيبه كرمال الانجريز اكيد. سو هدفنا نربح البطوله اكيد، كل البطولات يعني هذا نادي الرياضه مش انه حيلا فريق. سو ان شاء الله خير، بس اوف لك لك جورج. شو كنت عم تعمل فوق فاتح شباك؟ ماشي عم بحضر الجيم عم كفي من فوق. شو صار خبرنا؟ ماشي رياكشن اكيد مني غلط، بعتذر من الجمهور اللبناني، بعتذر من الكل، بس كمان خي بنفس الوقت ما فيني اشوفه بالقلب هيك وما عامل رياكشن. سو هيدا اللي صار، بس يعني دافع عن خي خلصت اكيد. ها هي كل شيء قطعونا زياد طنوس، قطعوا الحكام ان شحطونا، قطعون يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه كيسي. بعدنا عم نحكي هلا، اول شيء اليوم عاملين بيج نمبر اوف تورنوفرز، كان بقول له تمام عملتوا رقم كبير بالنسبه للفريق الرياضي. ليك بتصير يعني عملنا ليد 17-18، رجعنا خسرنا، رجعناهم على الجيم بالسكند هاف باوله، بس وي كابت ستادي رجعنا قدرنا نخلصه بطريقه مرتاحه اخر شيء. كثير محمسين تطلعوا على دوري دبي تلعبوا مع دوايت هاورد، ضد دوايت هاورد واندري بلاتش. كثير محمسين هلا، كان كل تفكيرنا بجيم انتونيه، خلصنا جيم انتونيه هلا فل فوكس على دبي، وان شاء الله نرجع نعيد اللي صار السنه الماضيه. قد ايه رايحين بعيد بدوري دبي؟ هذا السؤال على اخر ان شاء الله مثل ما معودين الجمهور. بتمنى يكون اللقب لبنان اكيد إن شاء الله. اكيد تكايزي ثانك يو سو ماتش، حط على راسك برا لانه في ساعه بدي اجرب بس اخذ وائل عرقجي، هيك بكون انهيت اكيد جوله المقابلات. لوفي واحد من اللاعبين المميزين على صعيد الدوري، اول شيء مره عم تاخذ رول اكبر، يو بروفينج يور سيلف مور. قديش اول شيء اليوم كمان انت عم ترجع تدخل على ارض الملعب وتعطي هذا الانتنسيتي والانرجي على ارض الملعب مع فريقك 100%. هذا دوري هالسنه انه فوت جرب قد ما فيه العب منيح وساعد الفريق. هلا اليوم كان خساره صعبه شوي علينا، كان عبالنا نقدم جيم احسن من هيك، غلطنا كثير. جماعه رجعنا جيم كثير مهم ضد الانترانيك، لازم نربحه، بدنا نبلش نشتغل عليه. مبروك للرياضه. شكرا لك لوفي، هارد لك لك اكيد. بعدنا ناطرين، اجى وائل هيك نخلص الانترفيو مع وائل العرقجي، تكون خلصنا جولات المقابلات اكيد مع لاعبين نادي الرياضي بيروت. يا عرقجي واولا ما بده يحكي وائل، انا انتبهت لك ما تبعني وائل. اول شيء مبروك حققت التارجت اليوم لانه ماتش بشع كثير صراحه، كان المهم خلصنا بفوز بعيد عن الاصابات، للاسف صار هيك شيء. ويلا خلصت يعني الجيم كثير في فيزيكال كونتاكت كانت اليوم المباراه. يب يعني المهم خلصت بلا اصابات، هذا اهم شيء. نحن عنا بطوله دبي سو كنا نخلصها as safe as possible والحمد لله. بلشنا نرجع نشوف شو اليوم كمان امير على ارض ملعب بلش يرجع شوي هيز باك، بده شوية وقت اكيد لفوت بالجو، فامير اضافه كثير كبيره لنا وان شاء الله خير. وقال رجعتوا اخذتوا صداره ترتيب الدوري، يعني بلشتوا الموسم بطريقه شوي هيك يس. كنت بعتقد عودناكم على هالموضوع نحن كفريق نادي رياضي، سو المهم عم نرجع على السكة الصحيحة. يعني اليوم شوي عملنا دروب الحمد لله، كان لنا 5-6 جيمات we're doing very well، بس شيء طبيعي بدي اقطع نهار اوف داي شوي، واليوم هيك كان يعني it was an ugly game صراحة لكون صريح معك. so it was ugly، كله على بعضها ما كانت حلوة، برد خرجت كنكون هاي هي، بس المهم اهم شيء خلصنا الجيم. شكرا لك وائل، ودائما اكيد بس افلاك لك. حلو وائل تشوف الجمهور جاي يحضركم بمحل اوكي، بعرف جمهور دوتكم بس انه سمعوا ناطرينكم ليصوروا معكم اكيد. اتس فيري نايس يعني مدارس وجامعه جمهور سول بيني وبين لازم نعمله نحن نتفاعل معهم نتصور معهم. شكرا لك اولا. بعد ان متابعينا بمنصه هنا لبنان هيك بنكون انهينا جوله المقابلات مع لاعبين نادي الرياضي بيروت ولاعبين فريق الانطري. بدك ساعدك بحمل معك تقبرني شو انتبه. هيك بنكون انهينا جولة المقابلات اكيد بتغطيتنا المباشرة. زميلي رواد يعطيك الف عافية على كل شيء عم تعمله معنا، اكيد ملتقانا بتغطية مباشرة لاحقة من هلا لوقتها. الى اللقاء.